بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس السابقة لبلدية حلق الويد. أصدر قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس السابقة لبلدية حلق الويد، وذلك في علاقة بملف رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان. للتذكير، فإن النطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة كان صرح بداية الأسبوع الحالي بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة حول شبهات فساد مالي وإداري منسوبة إلى بلديتي حلق الويد والكرم في علاقة برجل أعمال ماهر شعبان الموقوف حالياً من أجل قضايا ديوانية وغسيل أموال وإرشاء موظفين عموميين لتقرر إثرها الاحتفاظ بالرئيسة السابقة لبلدية حلق الويد مدة 48 ساعة، وتقرر لاحقا التمديد في الاحتفاظ بها مدة 48 ساعة إضافية. وبانتهاء أجل الاحتفاظ أحيلت الرئيسة السابقة لبلدية حلق الويد على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، والذي تولى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. الرئيس المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية قال اليوم في اليوم الأول من انطلاق عمل نقطة بيع الأضاحي بمقر شركة اللحوم بالوردية، قال إنه فما إقبال كبير فاق التوقعات مما خلق عدد من المشاكل التنظيمية. وأضاف بن جازية في تصريح أن تسعيرة الأضاحي ب 21 دينار و900 للكيلوغرام الحي تعتبر مدروسة وتراعي القدرة الشرائية للمواطن وتغطي تكاليف مصاريف الفلاح أيضا. وأشار الرئيس المدير العام لشركة اللحوم إلى وجود نقطتي بيع بمقر الشركة بالوردية، وذلك لتفادي الاكتظاظ قدر الإمكان، بالإضافة إلى فتح شبابيك خلاص وآلات وزن بالقدر الكافي. كما سيتم توفير 4000 أضحية بمختلف الأحجام، على أن تتواصل عملية البيع إلى غاية يوم السبت المقبل 15 جوان حسب تعبيره. مثلت أفاق وفرص تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة على مستوى الاستثمار والشراكة ودفع التبادل أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي برئيس الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة مراد فرادي. وأكد الجانبين بالمناسبة على متانة العلاقات الثنائية التونسية الإيطالية وعلى ما شهدته في الفترة الأخيرة من تطور وديناميكية، مبرزين الأفاق والفرص المتاحة لمزيد توطيدها خاصة على مستوى الاستثمار وبعث المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات لا سيما القطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة والصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج وغيرها. ونوه الجانبين في هذا السياق بما يحرزه مشروع الربط الكهربائي باعتماد الطاقة الشمسية بين تونس وإيطاليا الميد من تقدم، مبرزين أن هذا المشروع الرائد يأتي تأكيدا لمتانة العلاقات الثنائية، كما يعطي إشارات إيجابية لبناء شراكة استراتيجية مستقبلية تخدم مصالح البلدين الصديقين. رئيس الجمهورية قيس سعيد ترأس اجتماع بقصر قرطاج تم تخصيصه للنظر في تنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالنظام القانوني للشيك، وذلك استكمالا لمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المعروض على مجلس نواب الشعب. في هذا اللقاء كان اجتماع طبعا ترأسه رئيس الجمهورية، حضره رئيس الحكومة، كانت حضره وزيرة المالية ووزيرة العدل أيضا،
وشدد رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع مجددا على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بين كل الأطراف وتمكين المحكوم عليهم أو الذين هم بحالة فرار من مدة زمنية معقولة تتيح لهم تسوية وضعياتهم، فبالإضافة إلى استرجاع المدينين لأموالهم فإن هذا المشروع سيكون له الأثر الإيجابي لا على الدائن والمدين فحسب، بل سيمكن من تعزيز أمان المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، فلا غياهب السجون حل ولا الفرار بدوره حل ولا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا الاقتصاد يمكن أن ينتعش بهذا النظام القانوني الحالي الذي وصفه رئيس الجمهورية بالجائر الذي آن الأوان لوضع حد نهائي له حسب تأكيدات رئيس الدولة. يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان تناول في اللقاء لجمعه يوم الاثنين 3 جوان 2024 بقصر قرطاج بالسيدة ليلى جفيل وزيرة العدل، تناول في الاجتماع هذا مشروع تلقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك، وكان رئيس الجمهورية في تلك الجلسة شدد على أن مشروع التلقيح يجب أن يكون قائما على التوازن بين كل الأطراف من الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما أدى إليه من ضحايا. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون هذا المشروع قائما على التوازن المنشود وفي نفس الوقت مكملا وموضحا ورافعا لكل لبس يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية. وأوضح رئيس الجمهورية أن المسؤولية الوطنية تقتضي إرساء العدل بتشريعات جديدة تنصف المظلوم وتقضي نهائيا مع نظام قانوني للشيك لا توازن ولا عدل فيه. رئيس الجمهورية قيس سعيد تناول في اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج بالسيد أحمد الحشاني رئيس الحكومة نتائج مشاركة تونس في القمة الكورية الإفريقية المنعقدة مؤخرا بسيول إلى جانب اللقاءات الثنائية التي تمت على هامش هذه القمة. وأكد رئيس الجمهورية على موقفه من أن تكون الدول الإفريقية شريكا فاعلا، فالقارة الإفريقية تعج بالثروات والخيرات وشعوبها تتطلع إلى مستقبل جديد يقطع مع الماضي وآلامه، كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى جملة من مشاريع القوانين والأوامر التي سيتم التداول فيها في مجلس الوزراء.